خلينا نتكلم عن موضوع تاني، زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر واللقاء المهم اللي جمعه مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللقاء اللي تم فيه استعراض جهود الوساطة المشتركة بين مصر وأمريكا وقطر لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين. نشوف مع دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قراءته لهذه الزيارة ويعني تطورات المشهد الأخير. معانا على الهواء مباشرة دكتور إكرام، صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ محمد على حضرتك، وصباح الخير زملائنا، وصباح الخير على السادة المشاهدين. زيارة مهمة جدا في لحظة حرجة ودقيقة بتمر بها المنطقة، كيف تابعت يعني اجتماع السيد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس؟ طبعا ده كان اجتماع مهم، السيد الرئيس ووزير الخارجية الأمريكي، وده بيأتي الحقيقة استمرارا للجهود المكثفة اللي بتبذلها مصر سواء على مستوى المفاوضات أو على مستوى الوساطة من أجل نزع فتيل الأزمة في غزة، وده وفقا حتى أيضا للثوابت المصرية وفقا للجهود المصرية على مستوى دبلوماسية القمة والتي بذلت خلال الشهور الماضية ومنذ اندلاع الأزمة في غزة. ووجهة النظر المصرية في هذا الإطار أن الأحداث في غزة تؤثر ليس فقط على طرفيها وإنما تؤثر أيضا على الإقليم بأكمله. صحيح. ولها أثارها الدولية، وإحنا شوفنا الحقيقة مصر شاركت في مفاوضات متعددة سواء في باريس أو في روما، وكان في مشاركة أيضا في عملية الوساطة في قطر، ثم ستستأنف جولة أخرى من المفاوضات غدا إن شاء الله في مصر. إذن كل دي جهود مكثفة بتبذلها الدولة المصرية وتبذلها القيادة المصرية لنزع فتيل هذه الأزمة وحماية الإقليم مما يترتب عليها من عواقب وخيمة. وإحنا شوفنا صحة وجهة النظر المصرية الحقيقة في الفترات السابقة، شوفنا التداعيات التي حدثت، شوفنا التوتر الشديد بين إيران وإسرائيل مؤخرا، شوفنا كان في تبادل أيضا لقصف بين إيران وإسرائيل، شوفنا أيضا التوتر مع حزب الله في لبنان وإسرائيل، شوفنا الحوثيين وأيضا التوتر مع إسرائيل، شوفنا ما يحدث في منطقة البحر الأحمر وما أدى إليه ذلك من تأثر التجارة الدولية والاقتصاد الدولي. إذن شوفنا أيضا الحشود العسكرية اللي بتتواجد في المنطقة وارتفاع نبرة التوتر والاستعداد للصراع، كل دي مؤشرات خطيرة، وبالتالي الدولة المصرية والقيادة المصرية بتبذل كل الجهود الممكنة لنزع فتيل هذه الأزمة والحقيقة اللي بتهدد بمأساة إنسانية خطيرة في قطاع غزة وتهدد أيضا منطقة الشرق الأوسط بأكملها ولها تداعياتها سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو التجاري. طيب الموقف المصري ثابت ولا يتغير، ضرورة إنهاء الحرب الجارية، موقف مصري معلن متمثل طبعا في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي القيادة السياسية، كمان الاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية واحد من الحاجات اللي كانت مطروحة وبشدة وظاهرة جدا في السياسة المصرية الخارجية. فعلا دي أمور كلها كانت واضحة في سياسة مصر الخارجية وكانت واضحة في لقاءات القمة، وأيضا مصر يعني بتسير على مسارين، مسار نزع فتيل هذه الأزمة الخطيرة، والمسار الثاني أيضا وده اللي أعلنته القيادة السياسية أكثر من مرة اللي هو أن الأمور لن تنتهي ب تحقيق الهدنة أو إيقاف القتال في غزة فقط، وإنما من المرغوب في إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الشرعية الدولية على المناطق التي احتلت من فلسطين في 67، وبالتالي يتم نزع فتيل هذه الحلقة المفرغة من العنف والعنف المضاد التي تعاني منها المنطقة منذ فترة طويلة.
البعض يرى دكتور إكرام أنه زيارة بلينكين الأخيرة إلى المنطقة هي الفرصة الأخيرة للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة. زار بلينكين تل أبيب واجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إلى أي مدى يمكن أن تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل للقبول باتفاق هدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ هل ده ممكن في المدى القريب يبقى فيه ضغط أكثر على الحكومة الإسرائيلية؟ يعني احنا بنأمل أن يكون في ضغط أكبر من الجانب الأمريكي على إسرائيل، وخصوصا أن إسرائيل ما كانت تستطيع أن تقوم بكل ما تقوم به من اعتداءات وانتهاكات لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللضوابط والالتزامات التي تلتزم بها سلطات الاحتلال في المناطق التي تحتلها في تعاملها مع السكان المدنيين، ما كانت تستطيع أن تقوم بكل ذلك لولا أن هناك مساعدة ومساندة من جانب الولايات المتحدة، سواء على المستوى المالي أو مستوى السلاح أو على مستوى المواقف في المنظمات الدولية. إذن الولايات المتحدة تستطيع أن تضغط، ولكن في نفس الوقت أيضا لابد أن تتوافر الإرادة لدى إسرائيل. صحيح. الإرادة للوصول إلى حل والإرادة لإنهاء هذه الأزمة المستحكمة واستمراريتها ليست في مصلحة أحد، لا في الإقليم ولا في العالم. دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بنشكرك شكرا جزيلا.